احنا هلا رايحين نجيب حليب ونجيب ان شاء الله بيض من الطبيعه. هيدا جو زي مرق بالبسكليت. عم نروح احنا بالبسكليت لانه في هلا قصة الكورونا، الله يحفظنا يا رب. عم نحاول ما ناخد الباص ولا الترين، فهلا ان شاء الله حناخدكن معنا على الفارم، يعني المزرعة، ونجيب منهم. هيدا كمان ابني يحيى، سلام. ورايحين نجيب لكم اطيب حليب من البقرات ومن الدجاجات، حنجيب بيض ان شاء الله. يلا يا حلوين، حنعمل شي كتير طيب. هيدول المزارعين، شايفين؟ احنا بفيلج، بعرف شو بسموه بالعربي، فيلج، قرية، ضيعة، اوكي سوري، الريف، صح. هيك شايفين طبيعة حلوة، صح، كلها هيك. هلا احنا بعد يعني منه الصيف، بس بتعبى بصير اخضر. شايفين هدوء؟ سامعين هيدا العصفور، شو اسمه، البينكور، الخشب. اسمعوا 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 صوت العصفور اللي بينقر الخشب. هدوء، يلا. سمعتوا سمعتوا؟ احنا وماشيين بالغابة، ليكو شو لقينا. لقينا ثور، بسموه ثور، صح بو؟ ليكو هون، الله يسر اليوم ما ننطح شي نطحة. شايفين؟ ايوة انا ليكو هوني كمان ورا الحشيش، شايفينه ورا الحشيش عم يمشي طالع، الله اكبر. احنا هلا عم نعبي حليب، شايفين جوا هون كيف هيك. هلا هدول بيطلعوا منهم الحليب، بيجوا لهون على هيدا الكونتينر، شايفين هيك بيعملوا الحليبات. خلينا اورجيكم هلا شو البقرات. يلا يلا تعالوا بنفوت هون، كله بقى بقر. يا سلام على البقر، هو صغير. وينهم؟ هيدول البقرات، هدول هن البقرات يلي جايين ناخد منهم حليب. ايه لحظة، هدول هن بقراتنا اللي بدنا نعمل منهم اليوم الكيك، تبرعوا بحليبهم لقلنا. شايفين ليكو كيف عم بيحلبون؟ هيدا حليب طازة كتير. بقرات، شايفين هذا الحليب قديش طازة. اذا هلا حنروح نجيب الحليبات تاعينكم، يسلموا. سو هلا شو بعمل انا، بنحط مصاري. انتم مثلا بدكم لتر او قديش، حط عبد المصاري، انا حصور. وبلش بينزل عنا حليب فريش. ايوه انا، ايوه شايفين قديش فريش، الله. بتعرفوا هيك في مثل زبد بيكون عليه، شايفين شو حلو. هلا عبد بيطلع فوم، خليه يروح، ارجع كبوس اجان، لانه هلا هيدا الفوم، عرفت، ارجع كبوس مره ثانيه بعد. ايوه شايفين هيدي هيك القشطه، القشطه، يا سلام. بعد، يا سلام يا سلام، شايفين هيدي كلها قشطه، هيدي رغوه رغوه. واو سو ساتيسفاينغ. شو بده يطلع كيك؟ كيك بيعقد. هيدي بس هيك واحد قل 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 في يشربها. ماشي يا حلوين، عجبتكم هاي الطريقة؟ أكثر. هذا بزمن الكورونا عم نجيب من هون أحسن من المحلات فريش. شايفين؟ فقاعات الحليب.
وهيك صارت جاهزة عندي أنية الحليب مع هالوردات التوليبس الحلوين. هن دايما عبارة عن هولندا التوليب صح؟ ماشي يا حلوين. وهلأ إن شاء الله بدنا نعمل أطيب كيك بهالحليب البلدي. فهيدا البيض هيدا بيكون فريش، شايفين كيف؟ تجوا انتو بتاخدوا كرتونة البيض بتحطوا المصاري وبتطلعوا البيض. يا سلام يا سلام. فبيكون هو الفلاح هيك بيجي من ورا بحط البيض وانتو بتكبسوا بتجيبوا البيض. حلو صح؟ كتير ارخص من المحلات التانية واكيد طازة اكتر. فهلا احنا حنجيب بيض للجاتو تبعنا او الحلو اللي بدنا نعمله او اي شيء بدنا نعمله مع بعض. شايفين؟ Look for 2 euros and like 20. Maybe. I don't need that much. 15. 15. بابا هيدي فيها 10. So حنجيب عم فكر جيب هاي انا اللي هي فيها 10 ب 140. It works with احسن. عشان ما نجيب كثير كثير 10 بقدم ما هيك؟ لأنه في واحد يجيب قد ما بده يعني سنة 20 30. ورجيكم كيف. يلا بنحط هلا المصاري مثلا قديش بدك الكمية. احنا حنجيب تعين لعشرة. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم حنعمل وصفة كتير سهلة مثل ما شايفين. اذا واحد ما له جلادة والدنيا برد وما حابب يظهر وما عنده لحمة وهيك، عندي ثلاث بيضات. هلا اكيد الواحد في يزيد في نقص بس احنا ما حنعمل كتير، فحعمل ثلاث بيضات بدي اسلقهم. انا عندي خبز فرنجي، انتو فيكم تجيبوا الباكيت الفرنسي اي نوع خبز بتحبوا. اذا عندي انا خبز فرنجي يلي بدي اعمله اول شيء بدي احط هدول ثلاث بيضات واسلقهم. طريقه كتير سهله وسريعه، اذا بس حبيت اعملكم انا سندويشه على السريع. فهيدي انا دايما بعملها بتطلع كتير طيبه. خلينا نحكي هلا على المكونات. عندي انا هون خبز فرنجي، فيكم انتو تستعملوا خبز باجيت اي خبز فرنجي بتحبوه. عندي كمان ثلاث بيضات سلقتهم مسلوقين تماما، يعني ما بخلي يكون فيهم ابدا زلال او اي شيء، اوكي؟ يعني يكون هارد بويلد، اوكي؟ مسلوقين سلق منيح. عندي جبنه، هلا انتو فيكم تنقوا جبنه قشقوان، جبنه موزاريلا، المهم جبنه تكون طيبه. عندي شوية حار، عندي بصل، هيدا شيء اختياري اكيد، وكمان عندي شوية جرجير. طيب كتير سهلة هيدا الساندويتش، ان شاء الله يا رب يعجبكم. خلينا نبلش. اول شيء بدي اعمله اكيد البيض، بدي اقشره. فانا حقشر البيض وارجع لكم. طيب هلا انا هيك قشرته للبيض يلي بدي اعمله. شايفين عم بعد عم تطلع منهم النار، ليش؟ لانه هلا بس يكونوا سخنين بتصير الجبنة بتسوح عندي. بجيب انا خبز الفرنجي، بدي هلا قصه من هون، اوكي؟ من بعد ما قصيته بفتحه هيك، هلا بدي احط هون شويه حار، باخذ شويه حار وبمرغه. اكيد برجع بقول هذا شيء اختياري بس الحر بيعطيها طعمه رائعه. اذا هيك انا بدي نزل عليها قطع الجبنه. عندي مثل ما ذكرنا فيكم تحطوا جبنه قشقوان، جبنه هلا انا عندي جبنه قشقوان عم بستعمل اللي بتسوح. انتو فيكم تحطوا اي نوع جبنه بتحبوه، ادام، تشيدر. اذا هيك بدي احط شوي جبنه ندعمها، شوي جبنه صح بنقول شوي وندعمها. هلا يلي بدي اعمله بجيب بيضه وبدي قصها هلا ترانشات. اذا هلا بقص البيضه هيك تقريبا شي خمس قطع وبصير بوزعهم هيك، يعني مثلا وحدة هون. طيب هلا البيض انا اذا عم قصه هيك دوائر حلقات وبحطه هيك برصه، بصير يعني بيضة وحدة لكل سندويشة بتقديه، لانه فيها كمان جبنة وفيها اشياء تانية. اذا هيك يا حلوين حطينا هلا كمية البيض كلها. هلا عليهم بدي احط شوية مايونيز، اذا هيك رشة صغيرة من المايونيز عشان ما يطلع ناشف. بدي احط عليها رشة فلفل اسود كمان بيعطي طعم طيب وبشيل اي زنخة من البيض. لا بدي احط عليهم الجرجير، يا سلام، او الرشاد، فيكم تحطوا يا جرجير يا رشاد، المهم شي هيك يكون اخضر يعطي طعم طيبة الساندويتش، وكمان بيضيف عليها قيمة غذائية. هنحكي هيك هلأ.
ماشي. ويلي بده يحط بصل فيه يحط بصل، ويلي ما بده بصل فيه ما يحط بصل، يكتفي فيها هيك. انا هحط شوية بصل، انا عم بحط هلأ شوية بصل، كمان هو شيء اختياري، يلي بيحب بصل بيحط. شفتوا قديش طريقة كتير كتير سهلة وعن جد رائعة. هلأ اكيد ما في الا انه نسكر السندويشة وناكلها. هيدي طريقة سهلة كتير، الولاد كتير بحبوها، بس اذا انتو بدكن يعني مثلا ولادي بشلهم الحر اكيد منها وبشيل البصل. بس ياريت ما تنسوني بالشير واللايك والسبسكرايب. احلى سندويشة بيض مع جبنة بقلكن. مع السلامة.